النهارده يا جماعه اوريكم حاجه حلوه بقى. يعني انا مش هقدر اصور لكم فيديو لان بره، بس هفرجكم على حاجه. بص، ده بختم المصنع، اهو من شركه اوكابي. خلينا نشوف، نفتح كده. يا سلام، نفتح كده كمان. شوف شوف، بختم المصنع. بختم المصنع. ده بختم الشركة. كلها بص بالشحم بتاع المصنع. شغل متخزن كله على ابوه بشغل. بص بشحمة المصنع. وكالة. شوف وكالة. كله بشحم، كل الأسلحة مشحمة. كل السكاكين مشحمة. بشحم المصنع. دي كده حاجة تشويقية، لغاية ما نرجع البيت إن شاء الله نبدأ نصور ونفتح الباكج مع بعضينا.